السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيو أو سيراي، مقطع جديد. واليوم بإذن الله يا شباب راح نلعب لعبة جديدة اللي هي آي كيو، شو اسمها ثواني، برين تيست مدري، أيوة اختبار المخ، مدري اختبار الذكاء. بتكون لعبة جوال، أول مرة ألعب لعبة جوال، لكن كثير من المتابعين كتبوا لي هذه اللعبة، أن أنا حطيت بوست أن شو نلعب، قلتوا لي هذه اللعبة، فقلت بصور هذه اللعبة. طيب بدون ما أطول عليكم، لا تنسوا زر اللايك على المقطع ومشاهدة ممتعة. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نبدا اللعبه. هذه راح تكون عباره عن مراحل وتحتاج ذكاء، يعني واحد ذكي مثل كذا عشان يعديهم، فاهمين؟ فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لك هل انت جاهز لتختبر مخك؟ اوكي انا جاهز، ريدي. طيب اول سؤال، اي واحد من هذه الحيوانات هو الاكبر؟ اوكي انا اللي شايفه قدامي ان الاسد هو اكبر واحد، لكن في الحقيقة الفيل أكبر، يعني ما أدري أختار الأسد ولا الفيل. أول سؤال ما بجيب العيد، بس يمكن هذا فيل صغير. أوكي ولا طيب خلنا نختار الفيل، لا والله الأسد. طيب أوكي أوكي بداية مبشرة من أولها غلط على طول، الله يستر. طيب السؤال اللي بعده، كيف أخلي هذه الزهرة تتفتح؟ طيب اكيد مو امطار، لازم اجيب عليها شو، الشمس الحارقه. اصبروا والله في شمس، والله اني ذكي. ها اوكي بعدها كلها خلاص تفتحت الزهره ما شاء الله. خلينا نروح المرحله اللي بعدها، يقول حط الفيل بالثلاجه ذكرها، هذه كانت نكته غبيه. اوكي افتح الثلاجه، حط الفيل ذكر الثلاجه، خلاص بس ما يريد لها. ما بنتفلسف ولا شيء، سهله وواضحه. اوكي حلو، المرحله اللي بعدها يقول لك شو هو اقرب شيء علينا نحن؟ الغيوم. كيف اقرب شيء علينا نحن؟ الغيوم اقرب على الشمس والقمر، ما بغلط مره ثانيه، اصبر خلني افكر شوي، ابى اجيبها صح على طول كذا فورا. رايت طيب اول وحده غلط. اوكي شكلي فهمت، يقولك اقرب وحده تؤس لنا احنا، يمكن نقصد كلمه اس وبس كذا نتوقع، فتوقع الغيمة اللي لونها ازرق هذه. والله اني ذكي والله اني ذكي والله العظيم توقعتها. طيب حلو اوكي فهمت. How much did you like our game؟ نعطيهم 5 نجوم. اوكي بس سبمت. اوكي انا الحين اكدت، يعني ما ودوني صفحة ثانية. طيب يقول لك كم قطعة بيتزا لدينا؟ 1 2 3 4 5 صح؟ أنا شايف 5. كيف؟ How many كم قطعة بيتزا لدينا؟ أوكي ثواني، 1 2 3 لا بعد الفاضيات 5. كيف كذا؟ اصبروا، اللي موجودة قدامي 5 والفاضيات 1 2 3 4 5، يعني 10. 10 أنا مخبيهم عندي و10 قدامي. لا يا ربي غلط. طيب how many pizza slices do we have؟ صفر، يعني ما عندي ولا وحده، هذه مو لنا ولا كيف؟ غلط كمان. طيب ايش كم قطعه بيتزا لدينا؟ عندي هذه 25 اقدر استخدمهم. look for more behind، في وراهم. اوكي طيب هذه ها، واو طيب اوكي فهمتها الحين، ايش الحركات الخايسة هذه؟ طيب ليش ما فكرت اني احرك البيتزا؟ طيب خلينا نعدهم الحين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي طلع كذا الموضوع ها؟ طلع كذا الترتيب. ان شاء الله خلاص، بديت افهم اللعبة شوي، بديت افهم. المرحلة رقم 6، اي اوفرتوك، يقول انا اخذت المركز الثاني في السباق، كم هو مركزي الحالي؟ اذا انا اخذت كلش انا، اذا انا اخذت المركز الثاني معناها ان مركزي هو الثاني. اوكي حلو، طيب سهله، حرك اليسار عشان لليسار، انا جالس اروح اليمين. اوكي هذه عديناها. طيب والله يخدعوك احيانا، لكن حلو. وصل مرحله رقم 8، يقولك اطعم القطه ارجوك انها جائعه. شيل الشبك ما ينشال. ولا اقدر احرك هذه، اطعم القطة. والله اني ذكي رحت اطعمت كلمة القطة. قلت لكم بديت افهم اللعبة، انا خلاص بديت افهمها سهلة. طيب ومسوين فيها اذكياءهم وكل شيء يلعبوا بالكلام يا رجال. يقول لك اين هي الكرة الخضراء؟
خلنا نحرك الكور كلهم. طيب ثواني، شو هي الالوان اللي نمزجها مع بعض وطلع لي لون اخضر؟ احمر وبرتقالي، ما ادري احمر واصفر ولا ازرق في الموضوع. ثواني. اوكي. اول مره في حياتي تفيدني حصه الفن، مع اني اكره امها لكن فادتني الحمد لله. What is unusual، شو هو الشيء الغير طبيعي في هذه الصوره؟ شيء غير طبيعي. اوكي، هذه شو اسمها، سوبر وومن، ما ادري شو اسمها، البطله الخارقه صح؟ اضغط عليها. لا غلط. شيء غير طبيعي في هذه الصوره، شو شايف قدامك انت؟ شيء غير طبيعي، في خمر؟ استغفر الله، لا مو خمر، ولا في عيد ميلاد كمان. شو هو الشيء الغير طبيعي في هذه الصورة؟ ناس يرقصون، في قرصان صح؟ يمكن هذه حفلة تنكرية. هالوين وحفلة تنكرية، اوكي فهمت. كيكة عيد الميلاد، كيف كيكة عيد ميلاد وهالوين؟ لا برضو غلط. ايش يعني، هز التلفون ولا ايش؟ ولا شيء يا شباب. شيء غير طبيعي. اوكي ايش رايكم نستخدم هذه اللي تعطينا الهند؟ Look at their hands، يقول انظر الى ايديهم بحذر. طيب جالس انظر الى ايديهم بحذر. اوه في واحد عنده 6 اصابع صح؟ ايوه هذا المهرج عنده 6 اصابع. يا كلب يعني، اوكي هذه ما تحتاج ذكاء، تحتاج ملاحظة. اعطونا شوية اشياء تحتاج ذكاء نشغل فيها المخ. اي وحدة هي الاطول؟ كلمة شوف، كلمة فبراوري هي الاطول، لكن اي شهر هو اطول واحد بينهم انا ما ادري. ما ادري اذا بعطيها حظ. اوكي فبراير هو الاطول. امسك 5 تفاحات، 2 3 4 5 6 7. اي امسك 7 تفاحات، خلاص 9، جالس يزيد الرقم. اصبروا يمكن اضغط على الكلام. هي ايش الو. طيب مسكت 12 تفاحة، 13 14، خلاص. الو شباب ساعدوني. ايش صار؟ خلاص 12 13. اصبر ايش صار؟ بطيح، خليهم يطيحون، ما يصير شيء كمان. 14 احيانا نزيد احيانا. اوكي التفاحات اللي تطيح مو اللي تطير لفوق. طيب الحين لازم امسكهم من اول، بس اللي يطيحون. 12 11، كل ما امسك وحدة طايرة يزيد. لا بالغلط. اوكي خلاص بختصر لكم الموضوع. اوكي سوش عشان اختصر. اخيرا اوكي مسكنا 15 تفاحة، انا زودتهم بالغلط. طيب يقول لك توم يجب ان يقفز الى الحافة الاخرى. جمب. اوف. توم لا جبت فيه ام العيد، اسف توم. طيب توم يجب ان يقفز الى الحافة الاخرى. التليفون يخليه يطير يعني ولا يجب ان يقفز الى الحافة الثانية. اني بورلي. اوكي طيب كيف؟ لا ما اقدر، خلاص خلصتهم. لا كيف خلصتهم؟ عندي 25. اي ابا اعلان، ايوه واتش، خلنا نتابع نتابع اعلان عشان شو اسمه يعطوني اللمحه، مدري الهنت هذه. اوف 24 ثانيه ليش؟ تراي ذات ماشروم، جرب الماشروم. ياهو انا ضغطت على ام الماشروم، حرام عليكم. الماشروم حركته حرق، شو؟ هذا ها. اقدر احرك صغير، اقدر اكبر الماشروم يعني ولا كيف؟ كبروا الماشروم من اول يعني، ايش يعني ايش الحركات هذه؟ جمب ما صار. شوي اوكي طلع كذا. طيب والله يا شباب استغفر الله، خلاص احسن لي اسكت. قم باطفاء المدري شو، انه خطير. لا مقص بيقتلني، بس شيل هذه، شيل القابس الكهربائي. اي خلاص طفيته، مقص عشان اتكهرب اصير نصين. يقول لك قم باخذ الجائزه.
سوبر بولب ايش هذه؟ اه لازم اتابع اعلان. لا حبيبي ما بتابع اعلانات، اربحكم فلوس عشان لا شكرا. اوكي اقول لك 4 زائد 5 ضرب 5 ناقص 2. اول شيء تسويه هو الضرب، يعني 5 ضرب 5 25، زيد عليها 4 تصير 29، نقص منها 2 تصير 27 اتوقع. والله اني اسطوره يا شباب، هذا وانا مو داخل، لا انا داخل المدرسه، اقصد اني متى اخر مره كنت في المدرسه ولا شيء في دراسه؟ يمكن سنتين. نكست. يلا يقول لك اضغط عليهم بالترتيب، هو حاط لك ترتيب فوق يعني. اها اول شيء 1 49، او نسيت انا. طيب ما ادري انه بيختفي، ابعيد ابعيد سبمن. اوكي اول شيء 1 49، لا اي 1 49 80 5 7 11 101، 1 49 80 5 7 11 101. ما شاء الله علي، والله يا شباب عندي ذاكره اوف من وين ما شاء الله. ايه قولوا ما شاء الله، ما ادري انا ما ادري كيف ذكرتهم اصلا. طيب حلو، يقول لي ما هو الرقم المخفي؟ 40 هذا 40. ايزي والله ايزي، خلاص تعودت على اللعبه هذه. اوف وصلنا ليفل 18 الحين، خلاص عاد قلنا اني شاطر بالرياضيات بس مو كذا. كم شهر في 28 يوم؟ شهر واحد. صفر يعني. كم شهرا هاو ماني ما اوه كم شهر في السنه في 28 يوم؟ اتوقع 2 والله. صفر اصبر اصبر، كم شو عندنا اشهر فيها 28 يوم؟ 3 يعني 4 مستحيل اكثر، خلاص 5. الو كم شهرا في السنه في 28 يوم؟ صفر. خلاص عاد هي ايش في تستغلون نتابع اعلاناتكم؟ ما بتابع اليوم، انا بحلها بمخي بمجهودي بحلها. اوكي مجهودي بتعب وبحلها اليوم ان شاء الله. طيب خلينا نشوف اعلان على السريع. هذا شغلنا الواي فاي. ايش 31 يعني؟ شو 31 اكبر على 28؟ شفت اعلان على الفاضي انا؟ شو اصلا ما كان اعلان، كان شاشه سوداء. لكن ايش 31 اكبر من 28؟ طيب يا شباب انتوني صراحه يعني ما بكتب عليكم، غشيت من جوجل اول مره وكتبوا ان الاجابه 12. طيب ليش 12؟ ايش الفكره من انه يكون 12 يعني؟ ما فهمتها انا، اشرحوا لي انتم اللي فاهمينها في التعليقات، حتى انا في جوجل مو شارحيها يعني، اكتبوا لي كيف ليش يعني الرقم هذا، ما فهمت والله. اوكي رجعنا مره ثانيه ليفل 19، انقذ هذا الولد ارجوك. طيب في حجر هنا ارميه. القم ايش؟ ها ها اوكي مو الحجر. اوه في عظمه، يلا انقلع روح العظمه، برمي الحجر عند العظمة ولا احط حجر هنا كذا اغطي عليه عشان ما يشوفه؟ بالله عليك بالله. الو هاي هذه العظمة، ايش تبغى؟ ايش تريد اكثر؟ ها اوكي خلاص اخذها، انقذنا الطفل الصغير الحمد لله. اوكي هذه اخر مرة، اخر مرة، اخر مرحلة راح يشوفني اكلج خلاص. هذه يا شباب بتكون اخر مرحلة نلعبها لليوم باذن الله. كاتب ما اين هو الخروف الاسود؟ الخروف الاسود، اصبر يمكن كلمة بلاك، لا ما بغلط. اوكي اريد اجيبها من اول محاولة، اين هو الخروف الاسود؟ جالس احاول احرك فيهم ما يتحركون، لو اني اضغط عليهم كمان نفس الشيء. اين هو الخروف الاسود؟ اين هو الخروف الاسود؟ لا ما ينفع كذا، سيروي استخدم مخك، ما ينفع كذا عشوائيات، ما يجي يبيلها مخ، هذه يبيلها مخ. اوكي من الاخر هذه يريد لها مخ عشان تعديها بسهوله باذن الله تعالى. اوكي عشان نسوي كذا لازم نفكر اكثر عن مره كذا ونراجع يعني شو لاين هو الخروف الاسود. طيب بسم الله نشوف اعلان ثاني، خلينا نشوف عشان يعطوني لمحه. هنت قال لي تستطيع ان تصبغ واحد منهم باللون الاسود. اقدر اصبغ واحد باللون الاسود؟ كيف؟ هي كيف كذا؟ كلمة بلاك؟ اخ
كيف ما توقعت كذا؟ لا طلعت سهلة في الأخير. أوكي وصلنا مرحلة 20 خلاص. يا الله. ولهنا نكون وصلنا لنهاية مقطعنا يا شباب، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في الفيديو. لو تبون نكمل المراحل الجاية من لعبة اختبار الذكاء اكتبوا لي في التعليقات. لو عندكم ألعاب جديدة حابين نلعبها كمان اكتبونا في الكومنت. لا تنسوا زر اللايك. أشوفكم في المقاطع الجاية. كان معكم سي أو سي راي ومع السلامة.